التوفيق بتاع ربنا يعني. كنا ماشيين، كنا مستحوذين وكنا بنوصل للجون مرة واثنين وثلاثة، والشوط الثاني هي بس حتة ضربة الجزاء ده توفيق يعني دي بتاعت ربنا يعني. ده هم رزوم ان جالهم ضربة جزاء في وقت صعب شوية، رخم كمان يعني، عارف، رجعهم للماتش كويس قوي. طبعا كابتن يوسف كان لازم بقى ما يعني كان دي كابتن يوسف حتة الجهاز الفني، الرؤية الفنية، ان اول تغيير يبقى ليا، بحس ان الفرقة دي كان يبقى ليها ضغط هجومي جدا يعني. بعد الجون خاصة كنت لازم انت اللي تهاجمها عشان تخف الضغط الهجومي اللي هيبقى عليك، وخصوصا ان جمهورها كان عامل مؤثر قوي النهارده. يعني احنا طبعا مفتقدين جمهورنا احنا بشكل كبير جدا يعني. احنا النهارده بنشوف منظر استاد يعني 12000 او 13000 بيبقى مليان، بس بيشجعوا كويس جدا وبطريقه محترمه. انا احترمت الجمهور ده من بعد الجون بتاعنا يعني. بعد الجون بتاعنا لقينا الناس بتسقف لنا، لقينا بعد الماتش الناس بتسقف لنا. هو ده اللي احنا، ده المطلوب في كره القدم، ان في الاخر دي رياضه، ورياضه محببه للعالم كله. لازم تطلع بالشكل اللي احنا تليق بينا كمصريين. بس انا بقول يعني حته الجمهور كان ليها الافضليه شويه، لكن احنا يعني الهدف الثاني جه نتيجه عن ضغطنا احنا وكلنا فرقه قدام. بس الحمد لله يعني كان لنا بعدها، كانت لنا اكتر من فرصه، عبد الله وجد وانا يبارك فيك. طبعا الحمد لله على التاهل النهارده. يمكن تعب صعب، كان لازم نحسم المباراه تاهل القاهره، لكن ما فيش نصيب الحمد لله ان احنا قدرنا نحسمه من هنا يعني. الحمد لله على الجون يعني، يمكن رؤوف عملها كويس وحطها في الجون يعني، فالحمد لله. واتمنى ان شاء الله رب الامور تتحسن الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني، في دوري المجموعات ان شاء الله. انا شايف ان احنا الشوط الاول كنا متماسكين في المباراه، كنا بنلعب مباراه متوازنه. في الشوط الثاني اكيد طبعا الجون اللي دخل فينا ضربه جزاء، مش عارف صحيحه ولا لا، فدي قلبت الماتش شويه. فاحنا اضطرينا ان احنا نفتح خطوطنا ونهاجم، دخل فينا جون ثاني. بس الحمد لله ان اللعيبه كانت مصممه ان احنا نكسب ونتاهل، والحمد لله ان احنا قدرنا نجيب جون في الدقيقه الاخيره. ودي طبعا سمه الفرق الكبيره، ان انت تقدر تحقق ان انت عايز من المباراه يعني. انت خسرت بس في نفس الوقت تاهلت يعني، فدي من سمه الفرق الكبيره، انت تلعب لحد اخر وقت. والحمد لله احنا قدرنا نعدي الدور ده، وان شاء الله نصحح اخطائنا عشان خدنا تلافيها في دوري المجموعات ان شاء الله. اكيد طبعا الحمد لله. طبعا بلعب جنب لعيب كبير زي الكابتن حسام عاشور، مع تريزيجيه في نص الملعب، طبعا لعيبه كويسه جدا. الحمد لله قدرنا ان احنا النهارده نكون ايد واحده، بنتحرك مع بعض، بنطلع لما حد بيطلع الثاني بيبقى واقف. الحمد لله كله ادى يعني النهارده اللي عليه وزياده، اللعيبه كلها كانت رجاله الحمد لله.